حول كل هذه التطورات معي من رام الله مراسلنا فراس لطفي، ومعنا من جبل الزيتون في القدس الشرقية مراسلنا نضال كنعنة. سأبدأ بداية مع نضال. نضال، تطورات عديدة، اقتحامات للمسجد الأقصى يعني، وإدخال للمستوطنين بعنوة يعني، كيف يبدو هذا المشهد؟ ما آفاقه؟ وهل هو يحدث لأول مرة أيضا؟ ماجد، عمليا هذا أصبح يعني روتين يومي، هذه الاقتحامات للمستوطنين للمسجد الأقصى، وهي تتكثف خاصة في الأعياد اليهودية، والآن هنالك دعوات في عيد الفصح اليهودي لتكثيف هذه الاقتحامات للمسجد الأقصى، وحتى كانت هنالك دعوات لتقديم الأضحيات داخل المسجد من قبل المستوطنون. اليوم انتهت هذه الجولة من الاقتحامات التي في إطارها قام نحو 450 مستوطن باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، التي دخلت إلى المسجد وقامت بوضع أو ربما حبس الشبان داخل المصلى القبلي والنساء داخل قبة الصخرة لتمكين هؤلاء المستوطنين من اقتحام باحات المسجد الأقصى. بالعموم هنالك حالة من الاستنفار لدى قوات الأمن الإسرائيلية في البلدة القديمة وفي محيطها بسبب هذا التوتر في البلدة القديمة وبسبب احتفالات اليهود بعيد الفصح في منطقة حائط البراق. أيضا هنالك استنفار إن صح القول على المستوى السياسي في إسرائيل. وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أجرى صباح اليوم محادثات أمنية وسياسية خاصة على إثر ضوء هذه الجلسة التي ستعقد اليوم في مجلس الأمن حول الأوضاع في القدس. يائير لابيد أعطى تعليماته بالرسالة التي يجب إرسالها من إسرائيل للعالم، بأن إسرائيل لا تمس بحرية العبادة كما قال، وهو أيضا أعلن عن قطع إجازته خارج البلاد والعودة اليوم بسبب تأزم الأوضاع أمنيا. أيضا في قطاع غزة هنالك تخوف إسرائيلي من أن يؤدي تدهور الأوضاع الأمنية في القدس إلى مواجهة مع قطاع غزة كما حدث بالضبط العام الماضي في نفس التوقيت. شاهدنا بالأمس إطلاق صاروخ من قطاع غزة ثم غارات إسرائيلية رد عليها بإطلاق صاروخ مضاد للطيران من قطاع غزة باتجاه الطائرات الإسرائيلية، وهذا تطور ملحوظ أيضا في هذا الإطار. أيضا هنالك مواجهات مع الأردن، مواجهة سياسية نشهدها منذ الأمس بعدما قامت وزارة الخارجية الأردنية باستدعاء القائم بأعمال السفير الإسرائيلي في عمان والاحتجاج على الخروقات الإسرائيلية في الحرم القدسي ليرد على هذه الخطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي ببيان فيديو مسجل يرد فيها على نظيره الأردني. طيب بالطبع النضال أمام كل هذه التعديات والخرقات من الجانب الإسرائيلي، دعني أذهب إلى رام الله مراسلنا فراس لطفي. فراس، جبهة مشتعلة سواء الفلسطينيين في القدس أو حتى في قطاع غزة وفي مناطق عديدة أخرى، وهذه ليست فقط الأحداث لكن عبر شهر أو قبل شهر من الآن، ما موقف السلطة الفلسطينية هناك؟ ربما يكون الموقف متأخر قليلا. السلطة الفلسطينية التي أو القيادة الفلسطينية التي كان من المتوقع أن تعقد اجتماعا يوم الأحد الماضي ألغت هذا الاجتماع ولم تعين موعدا آخر له، وبالتالي نحن نتحدث عن كما يقول هنا مراقبون أن هناك تأخر خطوات من القيادة الفلسطينية لتتماشى مع ما يجري في الشارع من اشتعال للأوضاع واستمرار العملية العسكرية الإسرائيلية كاسر الأمواج التي تتدحرج كل يوم من مدينة إلى أخرى. اليوم كان هناك أيضا اقتحامات ومداهمات طالت عدة مدن فلسطينية. الآن والوضع الخطير الآن هو في برقة عند نقطة حومش الاستيطانية التي تم إخلاؤها قبل 17 عاما. 10,000 مستوطن يتوجهون يزحفون باتجاه هذه البؤرة الاستيطانية وسط حالة من الاحتقان والمواجهات وإطلاق للرصاص الحي. وبالتالي نحن نتحدث عن سلوك حكومة إسرائيلية يقودها بنت تعطي كل شيء للمستوطنين ولا تضع أي عراقيل أمام مسيرتهم
عليهم في تدحرج الأوضاع الأمنية أو تردي الأوضاع الأمنية بسبب سلوكهم العنيف الممارس في الضفة الغربية، وحتى إصرارهم على الدخول إلى المسجد الأقصى وترسيخ واقع يسمى التقسيم الزماني. اليوم المسجد الأقصى بات التقسيم الزماني فيه واضح، من الساعة 7:30 حتى 11:00 هي أوقات للمستوطنين للدخول واقتحام المسجد الأقصى، وهذا يثير مشاعر الفلسطينيين والمسلمين تحديدا في شهر رمضان المبارك. هناك اتصالات، نعود إلى المشهد السياسي. نعم. حقيقة ماجد، هناك اتصالات يوم أمس، كان هناك اتصال بين الرئيس الفلسطيني وبوتين الرئيس الروسي، كان هناك اتصالات مع دول عربية من بينها الأردن ومصر، لكن حتى الآن أعطيت ضمانات من فصائل الفلسطينية في قطاع غزة بالتهدئة، ولكن في المقابل إسرائيل ماضية في حملتها وتصعيدها، وبالتالي قد تتدحرج الأمور باتجاه انفجار كبير يصل إلى حد الحرب كما حصل العام الماضي. من رام الله مراسلنا فراس لطفي، ومن القدس الشرقية مراسلنا نضال كناعنة، شكرا جزيلا لكم.